حتى الحلقة السابقة من طاقة بلس كان أغلب الطرح متعلق بتعافي أسواق الطاقة من الجائحة، ولكن في خطوة قد تعيد التشاؤم إلى الاقتصاد العالمي وسوق النفط وتعرقل رحلة التعافي من جائحة كورونا، توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن يلجأ الصندوق إلى خفض توقعاته لانتعاش النمو العالمي مع زيادة حالات الإصابة بسلالة أوميكرون. وأضافت كريستالينا إن ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض الثقة، لهذا قد يشهد النمو العالمي انخفاضا. وفي شهر أكتوبر الماضي خفض الصندوق توقعاته للنمو في عام 2021 إلى 5.9%، فيما توقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4.9% في العام المقبل. وبحسب كريستالينا فإن المشاكل التي سبقت ظهور أوميكرون تترسخ حاليا، وأبرزها التباين الكبير بين بلاد تتعافى سريعا من الجائحة وأخرى تتخلف عن ذلك، مضيفة أنه في نفس الوقت تتقدم مشاكل جديدة أمام صناع القرار وبشكل خاص التضخم. مديرة صندوق النقد الدولي كررت مخاوفها بشأن قدرة الدول منخفضة الدخل على سداد ديونها، مشيرة إلى أن نحو 60% من أفقر دول العالم تتعرض لمخاطر عالية أو أنها بالفعل تتأثر في سداد الديون. وإلى ذلك وصفت 2022 أنه سيكون عاما مؤلما جدا فيما يتعلق بالتعامل مع الديون بسبب زيادة الاقتراض أثناء انتشار كورونا.